البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه، والله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحيحه والسلامه وطول العمر وكل اللي كتمنوا في الحياه ديالكم. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير ديالكم، شكرا بزاف بزاف البنات اللي خطيكم. وسمحوا لي غادي نقدم لكم سلم متاخر حيت كنت عيانه داكشي باش ما درتوش قبل، سمحوا لي بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد السلولي صحي وكنتمنى تجربوه وغادي يعجبكم باذن الله. على بركه الله غادي ندوزوا المقادير. سلو بلا زيت بلا زبده الصحي حتى يعني الاخر. ندوزوا على بركه الله. هنا عندي كيلو ديال اللوز، بالنسبه بعدا نبداو على بركه الله. هنا عندي الدقيق، عندي 2.5 كيلو ديال الدقيق بالنخاله ديالو، درت الدقيق كله بالنخاله ديالو، ما درتش الدقيق الابيض نهائيا. 2.5 كيلو ديال الدقيق حمرتهم غير في الظرف الكوكوت، حيت كنت دائما تنديه الفران ديال الزنقه ولكن شفتهم كيطيحوه وداكشي ما نضيفش، وانا حمرته غير في الكوكوت. هنا بالنسبه للوز حمرته، عندي كيلو هنا ديال اللوز حمرته في الفران بقشوره، كنسخن الفران مزيان، كندخل اللوز ونطفي عليه هكاك باش يخلي واحد يتحمر مزيان باش يجيكم مقرمش في السلو وماشي دغيا يطلق الرطوبه ديالو. هنا عندي بالنسبه للزنجلان، عندي الزنجلان البلدي 3 كيلو ديال الزنجلان، وهنا كيلو ديال اللوز هذا، وهنا كيلو لارد ديال اللوز مقلي في الزيت. هذا حيت ضروري حيت الطحين ديال الزرع كيكون شويه ناشف، درت له هذا اللوز هذا اللي مقلي في الزيت باش شويه يطلق لي الدم ديالو والتزيين. هذا غادي نخليه هو وهذا نص كيلو ديال الزنجلان، غادي نخليهم هذا حيت انا هذا السلو كامل غادي نديه نطحنو على برا باش يجي زوين ويجي معلك ان شاء الله. غادي نشارك معكم كل شيء، غادي نديكم تزوروا المدينه عاوتاني. هذا كيلو لارب ديال اللوز اللي عندي هنا مقلي في الزيت، هذا نص كيلو غادي نخليه باش نهرمش به الصفوف ديالي ويجي مهرمش، ما يجيش مدهوق مزيان وكيجي معاك كيلصق في اللها الا خليته ما خليتولوش ديك التهرميشه ديالو. هنا قلت لكم كيلو ديال اللوز، 3 كيلو ديال الزنجلان، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال النافع البستاني، 2 معالق كبار ديال النافع البستاني، عندي هنا معلقه ونص كبيره ديال النافع البلدي حيت النافع البلدي كيجي مر، درت هي معلقه ونص كبيره. هنا عندي 2.5 معالق ديال القرفه البلديه مطحونه على اليد، هنا شويه ديال المسكه الحره، هنا عندي معلقه كبيره وشويه ديال حبه حلاوه. وهنا البنات حيت انا السلو ما كنديرش فيه كاوكاو، ولكن بالنسبه لهاد السلو اللي كيكون صحي ملي كنزيد فيه كاوكاو كيطلق لي دم ديالو وكيجيب صفوف من يدم، كيطلق ديك الزيت ديالو. وهنا عندي كيلو ديال الكاوكاو حمرته، الكاوكاو الصغيور حمرته في الفران ونقيته، مازال غادي نزيد نقيه، نقيته وان شاء الله يا ربي غادي نجمع هادشي كامل، وضروري من قبيصه ديال الملحه غادي نجمع هادشي كامل. وهذا بالنسبه للسكر، انا غادي نستعمل هنايا كاس معمش ديال العسل، وغادي ندير سكر كلاصي. بالنسبه للسكر على حسب الذوق، يعني نتوما كديروه وتخلطوا، يعني كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي بغيه مسوس كاين اللي بغيه حلو، الاذواق كتختلف. انا غادي نجمع هادشي كامل غادي نديرو في السطل، غادي ندير هادو بجوج بيهم بوحديتهم الزنجلان واللوز اللي مقلي باش نخليه للتهرميشه، وغادي نتلاقاو ان شاء الله يا ربي عند مول اللي غادي يطحن لي هاد السله. يلا خليكم معايا البنات. كيجي على هذا الشكل هذا وعلى هذه الطريقه هذه، كيجي صحي، كنتمنى تجربوه يعجبكم. راه الا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه حيت ما فيه لا زيت لا زبده،
وكيجي المذاق ديالو زوين واخا بلا زيت بلا زبده حيت كنطحنوا داكشي كيطلق الزيوت ديالهم. راه زوين بزاف لوليداتكم وصحي لا ليكم لا لوليداتكم. فهاد الشهر الفضيل كتصبحوا شويه ناعسين تعطي لوليداتكم في الصباح مع كويس الحليب كافيهم النهار كامل ان شاء الله. بالنسبه للسنوا البنات ضروري تخليوا له التهرميشه ديالو باش ما يجيكمش يعني مدهوق بزاف. الا كان مدهوق بزاف كيبقى يلصق في اللها. ضروري خصكم حيت ما فيه لا زيت لا زبده ضروري تخليوا له التهرميشه ديالو وتقولوا له ما يدهقلكمش بزاف. وكيجي هكا طبيعي كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. اللي جربته تقولها لي مرحبا بكم والف مرحبا والله يدخل عليكم هاد الشهر الفضيل بالصحيحه والسلامه وجميع المتمنيات لجميع المسلمين فين ما كانوا. بالنسبه للبنات اللي ملي تمشيو تطحنوا سلو ما تطحنوهمش عند صحاب مالي العطريه حيت الماكينه ديالهم ما كتكون فيها بزاف يعني كتكون مخلطه كيطحنوا فيها العطريه وديكشي. واصلا حتى الجوفين كيطحنوا كيكون العطريه وانتم عارفين الحوانت. من الاحسن سيروا عند الناس اللي كيكونوا اختصاصيين في سلو. هذا اللي في المدينه معروف تبارك الله وكيطحن غير اللوز وسلو كيتقنوا حتى في التخليطه ديالو كيتقنوا. وشكرا لكم بزاف. واللي باقي ما تابوناش عندي دخل عندي مرحبا بي والف مرحبا في الاسره ديالي الصغيره ديروا لايك. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير. الله يخليكم على خير ويدخل عليكم هذا الشهر كل الفرح وسرور وحتى الفيديو اخر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.